قسمناه ديفيجنز كبار اللي هم سيكتات دي كبار، وعرفنا الاختلافات المهمه اللي ما بين الاثنين. اتكلمنا على حاجه مهمه قوي في الاوتونوميك اسمها الكولينرجيك نيورونز والادرينرجيك نيورونز، مش كده؟ طيب ايه هم الكولينرجيك نيورونز دي؟ اي نيورون في الجسم يقدر يعمل سنتسز وستورج وريليز الاسيتايلكولين، وعرفنا الخطوات بتاعته ازاي بتصنع الاسيتايلكولين، خطوه مهمه قوي يسموها ريت ليميتنج ستيب اللي هي الاكتف اوبتيك اوف كولين، وبعدين التحالف مع الاسيتايل كو انزايم ايه في وجود انزايم اسمه الكات، مش كده؟ كولين اسيتايل ترانسبريز يديني اسيتايل كولين هيبقى ستورد جوه الفيسكلز لحد ما يجي نيرف امبلس يحصل ديبولاريزيشن فولد باي كالسيوم انفلكس وريليز او اكسوستيكوز. هيشتغل على الريسبتورز بتوعي هنسمعها ان شاء الله النهارده، وبعد كده الفيت بتاعه الفيت هو اسيتايل كولين مش ليه عمليه، مش كده؟ هو بيتكسر بسرعه قوي بانزايمز اهمها طبعا في المناطق دي هو الترو كولين ستريس، هيتكسر الاسيتيك اسيد والكولين، الكولين هو اللي هيحصل له ابتيك مش الاسيتايل كولين نفسه. عرفنا مين هم الكولينرجيك نيورونز، كانوا كتير قوي مش كده؟ كل البري فانجلوريك بتوع البارا، كل البوست بتوع البارا، كل البري بتوع السيمباثيتك، نيرف بتوع ادرينال ميدالا اللي هو كانه بري فانجلوريك نيرف، مش كده؟ والسوماتيك نيرف اللي هو مش تبع الموضوع لكن هيسرع عشان هو بيطلع اسيتايل كولين، واكسبشنال بوست جانجليونيك سيمباثيتك، مش كده؟ اللي رايحين فين؟ اللي رايحين لا مش سويت جلاند بقى، احنا بقينا جامدين قوي، رايحين لحاجه اسمها الكراين تايب بتاع سويت جلاند اللي هو الاهم، ورايحين للسكيلتال ماسل بلاد فيسلز. الباقيين بقى اللي هم الادرينرجيك اللي بيصنعوا نور ادرينالين، عرفنا الخطوات بسرعه كده في نايل الانين تايروزين، وبعدين تايروزين لدوبا ودي الخطوه الاهم عن طريق انزيم اسمه تايروزين هيدروكسيليز، وبعدين دوبا الدوبامين مش كده؟ وبعدين دوبامين الدوبامين لازم يحصل له ابتيك جوه الفيسيكلز ويتحول بانزيم اسمه دوبامين بيتا اوكسيديز الى نور ادرينالين. نفس القصه بقى تخزن والريليز والكلام ده. الفرق المهم قوي في الفيت ان المين فيت اوف نور ادرينالين كان الابتيك او نقدر نسميه لي ابتيك. خلي بالكم دي عمليه اكتف ان شاء الله قدام شويه كده هنعرف ان في ادويه بتمنع ري ابتيك لان ده اكتف بروسيس معتمد على كارير ومعتمد على انرجي بقدر اوقفه. واتفقنا ان الابتيك ده اهم نوع فيه هو كمان هو النيورونال اللي هو بنسميه ابتيك 1. يعني جزء صغير من اللي دخل جوه النيرف هيستخبى زي ما قلنا جوه الفيسيكلز يبقى ده بروتكتد اجينست ديستراكشن في المعوى. جزء دخل جوه التيشو سميناه اكسترا نيورونال او تيشو ابتيك او ابتيك 2. وبعد كده هيحصل ميتابوليزم في الانسجه وفي النيرف وفي اماكن ثانيه زي الليفر وغيره، وهيديني مركب اسمه بيناين مانتينيك اسيد بشغل انزيمز لو انتم فاكرينهم كونت والماء، مش كده؟ هيديني في ام ايه ده وده هينزل في اليورين، واستفدنا منه في تشخيص الورم بتاع الادرينال ميدال. النهارده ان شاء الله بقى هنتكلم على الريسبتورز في الاوتونوميك. الريسبتورز في الاوتونوميك هي اساس ان انا اقفل كل الادويه. فانا ما عنديش اي مشكله خالص ان احنا المحاضره النهارده ولا ما لحقناش نكمل ونعيد ونزيد فيهم، لو عرفنا الريسبتورز تاكد تماما ان كل الادويه اللي هتعدي عليك تبقى سهله جدا. لان اللي جاي كله يا اما دواء بيستيميليت ريسبتور يبقى اسمه ايه؟ اجونست، برافو عليك، يا اما دواء بيبلوك ريسبتور يبقى اسمه بلوكر او انتاجونست. فانا لو عرفت الريسبتور ده فين وشغلته ايه بسهوله جدا اتوقع كل الادويه الاجونست زي الباراسيمباثيك ميميتكس او السيمباثيك ميميتكس، واتوقع كمان ان شاء الله البلوكرز او الانتاجونست. التقسيمه اللي عندنا بتاعت الريسبتورز زيها زي تقسيمه النيورونز. في عندنا كولينرجيك نيورون وادرينرجيك نيورون بيطلع كيميكال ترانسميتر، يبقى لازم ليه مستقبل يستقبل هذا الكيميكال ترانسميتر، يبقى بالتالي عندي نوعين كبار من الريسبتورز كولينرجيك وادرينرجيك. مش بالضروره بقى ان انا احصر نفسي في ان الكولينرجيك ده يبقى بارا وان الادرينرجيك يبقى سيمباثيتك، الموضوع اوسع من كده بشويه. انا اللي عايز يعني نبدا بيه ان اي كولينرجيك ريسبتور هو ريسبتور ستيميليتد بكيميكال ترانسميتر اسمه اسيتايل، وان الادرينرجيك ريسبتور هو ريسبتور ستيميليتد بكيميكال ترانسميتر اسمه نور ادرينالين. كويس؟ طيب هنرجع نقسم بعد كده ان شاء الله الكولينرجيك والادرينرجيك الى سب تايبس. هيبقى عندي في الكولينرجيك مجموعه ريسبتورز مهمه قوي قوي اسمها مسكرينيك. مش مهم تعرف هم سموها كده ليه، بس هو الاسم الغريب ده جه من تجارب قديمه قوي قوي لما بداوا يجربوا او يعرفوا ان في ريسبتورز بداوا يجربوا عليها ادويه جايه من بلانت اوريجن.
فجربوا ادويه كتيره قوي، لقوا اكتر دواء بينشط الريسبتور ده دواء او ماده اسمها الماسبرين. الماسبرين ده ملوش ذكر في الطب خالص، هو حاجه بقى للتاريخ، ده جاي من انواع من الفطريات او من المشروم يعني. هو ده اللي لقوا ريسبتور بيبقى استيبريتد قوي ليه، فقالوا هنسمي الريسبتور ده ماسبرين. وكانوا زمان على فكره يا جماعه يسموه بريفرال كوليرجيك ريسبتور، لحد يعني كام سنه كده فاتت يقولوا على الماسبرين ده بريفرال كوليرجيك ريسبتور. النوع الثاني اسمه نيكوتينيك، والنيكوتينيك ده لنفس السبب التسميه بتاعته جاي من النيكوتين، والنيكوتين ده مش موجود في جسمنا ولا حاجه، ما هوش كيميكال ترانسميتر ولا حاجه. النيكوتين ده طالع من نبات، كلكم عارفين التوابل اللي في ورق الشجر او النبات بتاع بيعملوا منه التبغ. لقوا ان الريسبتور ده استيميليتد باي نيكوتين، فراحوا مسمينه نيكوتينيك ريسبتور. طيب نيجي بعد كده للتاسيد، كل دول ار استيميليتد باي اسيتايل كولين، مش كده؟ ده الكيميكال ترانسميتر بتاعهم. رجعنا قسمنا بعد كده الماسكارينيك الى سب تايبس، وطلعوا يعني متفق عليه بقى لحد النهارده هم خمسه سب تايبس، بيدوا لهم رمز الام، بيبقى عندي بالتالي ام 1 2 3 4 5. هنعرف ان شاء الله حالا اماكنهم وازاي بيشتغلوا وكل حاجه. المجموعه الثانيه اللي هي النيكوتينيك ريسبتورز بيدوها رمز الان دي، طلع في منها تو سب تايبس مختلفين شويه في الاماكن حتى على الاقل، نوع اسمه نيورونال نيكوتينيك. يعني خلي بالك الان دي هي اختصار نيكوتينيك مش كده؟ والان اللي هي سبسكريبشن دي بيقول عليها نيورونال نيكوتينيك، يبقى انت متوقع هلاقيهم فين؟ في خلايا عصبيه مش كده؟ في نيورونز. طيب بما ان معظم الخلايا العصبيه هي عباره عن جانجليا فليهم اسم تاني يقول عليهم الان جي، يعني اختصار كلمه جانجليونيك نيكوتينيك. تمام؟ يبقى انا متوقع بقى خلاص من غير ما نتكلم ان هذا النوع من الريسبتورز موجود في الجانجليا. صح؟ موجود في كل انواع الاوترام الجاي، واماكن تانيه بالنسبه لنا هنقولها ان شاء الله يعني. ال second subtype of nicotinic receptors اسمه ال NM، وال M هنا اختصار muscular. يبقى ده اسمه muscular type of nicotinic، بس خلي بالك we are talking about skeletal muscle. في الحاله دي لما اقول لك الريسبتور ده NM يبقى انا بتكلم على عضله اراديه. وافكرك دلوقتي كده ان شاء الله الحته بتاعت الموتور اند بليت والنيورو ماسكولار جنكشن والكلام بتاع الفيزيولوجي ده. هنخلص او هنتكلم ان شاء الله الاول في دول، وبعد كده ربنا يسهل بقى نشوف الادرينرجيك دي. بس بسرعه كده الادرينرجيك اللي هم ستيميليتد بنور ادرينالين هيتقسموا الى مجموعتين، مجموعه اسمها الفا وبيتا. يبقى هم تسموا تسميه احسن شويه مش كده؟ ما تسموش بقى مسكرينيك ونيكوتينيك او حاجات على اسامي اكسبيرمنتال دراجز، هم تسموا بالحروف اللاتين دي اللي هي الالفا والبيتا. ورجعنا بعد كده قسموا الالفا الى واحد واثنين، والبيتا اتقسمت لثلاثه سب تايبس، واحد واثنين وثلاثه. وهنعرف ان شاء الله ان الثلاثه ده محدود الاماكن قوي قوي، شبه البيتا واحد في حاجات كتير. يبقى ده بالنسبه لنا كده بدايه الكلام. تعالى بقى كده نبدا بسم الله كده ونشوف الكوليرجيك ريسبتورز وانواعهم واماكنهم. نبدا بالاسهل شويه اللي هو النيكوتينيك ريسبتورز، النوع اللي بنسميه ال ان ان او الانساج اسمه ال ان جي. ده موجود نمره واحد في الاماكن بالنسبه لي كل انواع الاوتونوميك جانجليا، يعني اقصد بيها سيمباثيتك جانجليا واقصد بيها مارا سيمباثيتك. كويس؟ ووضحت دلوقتي عشان العمل كمان يبقى مهم قوي تبقى متخيل الريسبتور ده موجود فين وجانب. نمرة اثنين هو موجود في بعض الأماكن في الـ CNS، مبناش قوي القصة دي، لكن في مكان ثالث كلكم عارفينه كان زمان جانجليا وتحول إلى جزء من الغدة اللي هو الأدرينال جلاندا أو السوبرا رينال جلاندا. يبقى أول حاجة بنعلق عليها دايما لما بنتكلم على الريسبتور السايتس مش كده؟ المكان بتاعه. طيب تعالى نبص كده الريسبتور ده بيشتغل ازاي؟ من المشاكل اللي حصلت لما اجلنا جنرال فارماكولوجي اللي بعد الاوتونوميك ان كان في حاجات لازم تكون سمعتها في الجنرال وعرفتها كويس قوي وهنرجع عليها في الاوتونوميك. للاسف لما حصل التغيير ده بقى ما نعرفش انواع الريسبتورز مش كده؟ في عندنا كذا نوع من الريسبتورز مش هنقولهم ان شاء الله، يعني هنقولهم مع الكلام مش هنشرح فيهم بالتفصيل. من ضمن انواع الريسبتورز نوع من الريسبتورز اسمه ليجاند جيتد ايون شانل ريسبتور. هو العنوان ده يخط مش كده؟ هو اول مره الواحد بيذاكره كده يتشائم. يعني ايه ليجاند جيتد ايون شانل ريسبتور؟ هو ليجاند معناها ايه؟ ليجاند معناها اي حاجه
الريسبتور، برافو عليك. اي حاجه عندها القابليه انها تمسك الريسبتور، يطلع بقى هرمون، يطلع كيميكال ترانسميتر، يطلع دواء، اي حاجه. كويس؟ طيب الجيت، طب الجيت يعني معناها بالانجليزي بالعربي يعني ترجمه بقى، جيت معناها بوابه. كويس؟ طيب ايرون شانل يعني قناه بيعدي منها ايونز، مش كده؟ بيعدي منها صوديوم او بوتاسيوم او كالسيوم او كلورايد او اي حاجه. يبقى واضح بقى من الاسم بتاع النيكوتينيك ريسبتور ده ان هو لما يمسك فيه ليجند هيفتح بوابه ايون شانل، صح؟ لما تيجي تترجمها كده ليجند جيتد ايون شانل ريسبتور، يبقى لما يجي الكيميكال ترانسميتر مثلا يمسك في الريسبتور ده هتتفتح ايون شانل. طيب واضح الكلام كده؟ انا مش معقد الدنيا يعني اكتر ما هي متعقده. تعالى بقى تخيل معايا كده ان هذا النوع هو اسمه نيكوتينيك ريسبتور، ده لما الليجند بيمسك في الريسبتور بيفتح صوديوم شانل. يبقى واضح الرؤيه بقى، مش هيفتح لي بوتاسيوم ولا كالسيوم ولا حاجه، هو هيفتح لي بالتحديد صوديوم. طب انت متوقع ايه؟ لما الليجند يمسك في الريسبتور وساعتها تتفتح البوابه بتاعت صوديوم شانل، انت متوقع ايه؟ بس في صوديوم بره كتير، هيحصل انفلكس اوف صوديوم، يبقى المكان ده هيحصل فيه رفع ديبولايزيشن، صح؟ تعالى بقى ايه نطبقها عملي. ادي نيرف طالع من اي مكان في السي ان اس بنسميه بري جانجيوليك، صح؟ افترض معاك بس ايه مبدئيا اللي ده تبع الباراسيمباثيتك عشان ما نضيعش وقت في الرسم كتير. ده بري جانجيوليك باراسيمباثيتك وده بوست جانجيوليك باراسيمباثيتك، صح؟ والكوره دي هي الجانجليا، تمام؟ وبعدين هنا عندي كده الافكت الاورجن اللي اشتغل عليه الاتومي سبلاي، يعني سواء هارت او سموث ماسل او اكسوكراين. متخيلين يا جماعه الشكل ده؟ طيب العصب البري جانجليوليك ده طلع ماده اسمها ايه؟ صح؟ خلاص احنا دول اللي عارفين ده كولينرجيك، مش كده؟ بيفرز ماده اسمها اسيتايل كولين. والعصب الثاني ده ده بوست جانجليوليك بار، وفي احتمالات ولا هو بس حاجه واحده؟ مفيش، ده اسيتايل كولين. وبعدين هنا عندي ريسبتورز بقى، مش كده؟ على الهارت، على الانتستن، على اي. طيب فين النيكوتينيك ريسبتور؟ الجزء ده يا جماعه عشان يبقى واضح بس الامور، هي دي الجانجليا. كويس؟ يعني ده بوست بري جانجليوليك نيرف اهو، وادي سينابس، وبعدين بوست جانجليوليك. طبعا في مليون عصب بقى داخلين وخارجين، بس عشان التبسيط هو ده الجانجليا. فين النيكوتينيك ريسبتور؟ على صح، على البوست جانجليوليك نيرف. يبقى النيكوتينيك ريسبتور هلاقيه قاعد هنا كده، متخيلينه؟ موجود على البوست جانجليوليك نيرف. طب فكر معايا بقى، هيطلع اسيتايل كولين من البري، يمسك في الريسبتور ده يروح عامل ايه؟ ده اسمه لينجن جيتد ايون شانل، بتاع الصوديوم ده بيبقى فاتح صوديوم شانل. وبعدين الصوديوم هيدخل في العصب البوست ده ويفضل يعمل ديبولاريزيشن، وراها ايه؟ وراها اوبننج اوف كالسيوم. وبعدين ما دام دخل كالسيوم هيعمل ايه؟ هيفرقع الفيسكلز وهيطلع من هنا ايه؟ اسيتايل كولين، يروح عامل هنا الاكشن بتاعه على الهارت كذا وعلى التستن كذا وعلى، مفهوم يا جماعه؟ يبقى ايه قيمه، ايه قيمه او ايه وظيفه النيكوتينيك ريسبتور بتاع الجانجليا؟ برافو عليك، هي كلمه دي ترانسميشن اوف امبلس، صح؟ هو اللي نقل الاشاره اللي كانت ماشيه في البري للبوست. بس نقلها ازاي بقى؟ ان هو مسك الاسيتايل كولين، مسك في الريسبتور، فتح الصوديوم، دخل وهكذا. مفهوم يا جماعه الكلام ده؟ طيب لو افترضنا بقى ان ده سيمباثيتك سبلاي للاورجان ده، تفرق في ايه؟ ان غالبا غالبا اللي طالع من هنا نور بس، مش فرق تاني. ما هو في بري وفي بوست سايد، ده طويل وده قصير وده خيم وده رقيق، ده ماشي كل الكلام ده صح، لكن هي نفس الفكره، ان في بري جانجليونيك نيرف هيطلع اسيتايل كولين، هيمسك لي في ال ان ريسبتور ده اللي موجود على البوست، يفتح صوديوم، يحصل نيرف اكشن بوتنشال، يطلع من هنا نور ادرينالين، يشغل لي بقى الانتستين الهارت وهكذا. سهله كده يا جماعه؟ يبقى نيكوتينيك، وده مهم عشان العملي، التخيل اللي انا رسمته ده والله مش قيمه في النظري قوي، بس عشان في العملي ان شاء الله تبقى متخيل. زي ما قلت لكم امبارح، لما ناخد ايزوليتد اورجان يبقى انا اخدت ادي جايه البارا، يبقى لما احط هنا على البارا على الانتستين دي حاجه تشغل النيكوتينيك، زي ده اسمه نيكوتين، يحطه يروح مشغل النيكوتينيك، كانك شغلت ايه؟ كانك شغلت البارا، صح؟ يعني الدس اللي حصل فيها كونتراكشن، مش كده؟ هي دي السي
transmission of the impulse from the preganglionic nerve to the postganglionic nerve. CNS مالناش دعوه بيه، تعالى بقى على الادرينال ميدلا. ادي الادرينال، ادي ال CNS اهو، وادي النيرف تو ادرينال ميدلا. والنيرف ده سيمباثيتك ولا بار؟ صح سيمباثيتك، بس كولينرجيك ولا ادرينرجيك؟ ايه رايك؟ كولينرجيك ليه؟ لان اصلا هو يعامل زي ما قلت لك كانه بريجانجليونيك. طيب هي وظيفه الميدلا دي ايه؟ تريليز ايه؟ صح هرمونز اللي هم ايه؟ ايوه ادرينالين ونور ادرينالين. كام في كام كده؟ النسبة 80 20 في النخبة. طيب بتريليزهم فين ان شاء الله؟ بتريليزهم عند الكلية كده؟ في المنطقة دي يعني ولا في البلد دي هرمونز؟ يبقى لازم ابورد ذا بلد. ازاي بيحصل الكلام ده؟ تخيل كده ادي النيرف ده، بس هوضحه لكم شوية كده. ادي الغدة نيرف اهو، النيرف ده بيطلع اسيتايل كل صح؟ الاقي هنا على الخلايا بتاعت الادرينال ميدالا نيكوتينيك ريسبتور ده نفس الشكل. يبقى ايه اللي هيحصل بقى؟ هيطلع اسيتايل كولين يمسك في النيكوتينيك ريسبتور، يعني يفتح صوديوم شانل صح؟ ولما يفتح صوديوم الخليه بقت دي بولارايز، يروح داخل بعدها كالسيوم، والكالسيوم يعمل ايه بقى؟ الله ينور، عمل كده، عمل ريليز اوف ادرينالين ونور ادرينالين ان ذا بلاد. مفهوم يا جماعه؟ يبقى لو قلت لك ان هم الاكشنز بتاع الاوتونوميك ريسبتورز بقت سهله قوي. ترانسميشن اوف امبلس، حاجات في السي ان اس مالناش دعوه بيها ولا تسمعها ان شاء الله بعد كده، وريليز اوف ادرينالين ونور ادرينالين ان ذا بلاد ستريم عن طريق ان هو فتح الصوديوم شانل. طيب خلصنا كده من الان ان. النوع الثاني كان اسمه ايه؟ هو طبعا الان ان والان ام في حالات وجود انفلونزا او برد او كده مش هيبان، مشكله كله ان ان ام ام يعني كله مكنف كده ومش باين. فخليهم بقى ايه نيورونال تايب اوف نيكوتينيك، يمكن تبقى اوضح شويه، او ماسكولار تايب. تعالى على الماسكولار تايب، مين فاكر بقى العضله زي ما يعني جبنا سيرتها كده بسرعه امبارح، سكيلت المصل تشتغل حاجه اسمها انسايتيشن كونتراكشن كومبلي. ممكن امسح ده يا حمد لو محتاج انك تقول تاني. ها ادي العضله الجراديه اهي، وادي زي ما قلنا كده من البدايه امبارح ان في موتور ايريا في البرين بيبعت اشاره مش عارف بيراميدال تراك، وبعدين خليه هنا اسمها انتيريور هورن سيل طالع منها عصب اسمه سوماتيك نيرف. صح؟ فين الجانج بتاعته؟ قريبه من السباينال كورد ولا بعيده ولا مفيش اصلا؟ طيب العصب ده يتقال عليه كولينرجيك ولا ادرينرجيك؟ كولينرجيك اشمعنى؟ سيلفز ستورج وريليز اوف اسيتايل كولين. صح؟ طيب اللي على العضله الاراضيه نفسها بقى في نفس الريسبتور اللي احنا سميناه نيكوتينيك ده، بس اسمه ان ام يعني للتمييز. مين يكمل بقى؟ جت الاشاره مشي هنا اكشن بوتنشال في النيرف ده، دخل صوديوم وراه كالسيوم وراح مطلع لي من هنا اسيتايل كولين. مين يكمل؟ اسيتايل كولين ده الليجن بتاع ايه؟ هو ده الاجونست بتاع الان ام. طبعا مسك في الان ام وبعدين فتح صوديوم شانل. صح؟ حصل انفلكس اوف صوديوم جوه العضله الجراديه، حصل دي بولاريزيشن جوه العضله. وبعدين لا عايز اسمع بقى دي، بعد ما دخل صوديوم وحصل دي بولاريزيشن غلط ما فتحش كالسيوم شانل. برافو عليكم. العضله الاراضيه مش محتاجه كالسيوم، خدناها من بره فاكرين الكلام ده في الفسيولوجي. العضله الاراضيه مليانه كالسيوم بتخزن في الساركوبلازميك ريتيكولم، فوانس ان حصل فيها دي بولاريزيشن راح مطلع كالسيوم اللي جوه، عمل ايه كالسيوم اللي جوه؟ صح في اكتين ومايوسين مش كده؟ عايزين يقربوا من بعض في منهم بروبولين او تروبو مايوسين حاجه انهبيتوري. كالسيوم يجي يسمع بالبروبولين ده بقى بيدي فرصه ان يحصل سلايدنج، يحصل كونتراكشن. صح؟ وده اسمه سايتيشن كونتراكشن كابلنج. صعب الكلام ده يا جماعه؟ طيب قبل ما ننقل بقى على الماسكارينيك، ايه الامثله؟ ايه الامثله بتاعت النيكوتينيك اجونستس؟ فكر معايا كده، ايه اللي شغل النيكوتينيك ريسبتورز؟ برافو عليك، النيكوتين. صح؟ طب ومين تاني؟ واهم من النيكوتين، ايه الحاجه اللي موجوده في جسمك اللي بتشغل ريسبتور النيكوتين؟ اسيتايل كولين. صح؟ طيب ولما نيجي ان شاء الله بقى ربنا يكرمنا المحاضره الجايه واقول لك ايه هم النيكوتينيك actions of as
تعرف دورهم ولا لا؟ دي هما الكلينيك اكشنز اوف الاسبايد. يعني لما بيطلع من الاعصاب ويشغل النيكوتينيك ريسبتورز ايه اللي بيحصل؟ نمره واحد ال ان ان ده هيعمل لي ترانسميشن اوف انبوتس فروم ذا بي تو هوست في اي مكان؟ سيبك من الجامعه ولا البار؟ الاثنين صح. طيب الاكشن نمره اثنين ريليز اوف ادرينالين ونور ادرينالين فروم ذا ادرينالين. مش هو اللي بيعمل كده؟ طيب نمره ثلاثه صح برافو عليك وعمل كونتراكشن في العضلات دي مش كده؟ العضله الاراديه عن طريق القصه بتاعت الاكسايتيشن كونتراكشن سهله كده؟ طيب وخلصت كده من الان. طبعا هتلاقي كتاب القصه وهنرجع ان شاء الله مع بعض في الكتاب حالا. كاتب من ضمن الحاجات اللي كاتبها الانتاكوس او البلوكر. مش هنرجع لبقنا خالص خالص باسامي دلوقتي. بس اللي بيقفل النيكوتينيك ريسبتورز بتوع الجانجليا والمظله هيقول عليه جانجليون بلوكر مش كده؟ بس كده. اللي هيقفل النيكوتينيك ريسبتور بتوع ان ان دول هيسموه جانجليون بلوكر. ومن حسن حظنا ما عادش ليهم قيمه قوي في الطب يمكن نحتاجهم في العمل بتاع الفرع بس. طب تفتكر ليه يقفل ال ان ام؟ يا ال ان ام دي موجوده فين؟ يورو ماسكولار جانكشن مش كده؟ يبقى اللي بيقفل ال ان ام ده هيعمل ايه؟ هيتقال عليه ايه؟ صح هيتقال عليه نيورو ماسكولار بلوكر صح؟ يبقى انا لو قلت لك كده ايه هم النيكوتينيك بلوكرز؟ اتفضل سيادة ايه هم النيكوتينيك بلوكرز؟ ايه الحاجات اللي تقفل النيكوتينيك ريسبتورز؟ مش مجموعه واحده. انا عندي مجموعتين لو قفلت ال ان ان يبقى اسمهم جانجلي بلوكرز صح؟ ولو قفلت ال ان ام يبقى اسمهم نيورو ماسكولار بلوكرز. دول مهمين دي بقى عشان بيعملوا سكيلت المسل ريلاكسيشن وده مهم قوي في العضلات. وكلنا هنسمع ان شاء الله عن دواء قديم قوي اسمه الكوراري. سمعتوا عنه اكيد في الفسيولوجي. طيب هو يعني النطق اللي احنا متعودين عليه اسمه كوراري. في ناس بتنطقه كورير، في ناس بتدلعه تقول له كوراري، ما اعرفش الحقيقه يعني هو كل واحد وعلامه يعني. بس هو مش وحش الكوراري يعني تمشي. ده يتاخد انترا يتاخد انترا في ناس كده العضلات كلها حصل فيها ريلاكسيشن. ده طبعا هينفعنا بس في التخدير وتلعب بادويه كتير قوي احسن منه. يبقى خلصنا كده ان شاء الله من الجزء بتاع النيكوتينيك. برضو عشان يطمئن قلبك كده في اظن صفحه 41 بقى اظن يعني في عنوان كده اسمه اوتونوميك ريسبتورز مش كده؟ صح كده ولا احنا طيب؟ مقسم لك الكوليرجيك ريسبتورز الى نيكوتينيك وماسبرينيك. النيكوتينيك قايل لك الاماكن بتاعتها 1 2 3 4 مش كده؟ بس رجعنا بعد كده تحت كلمه سايتس قسمناهم بقى تقسيمه احلى شويه. قلنا ان في منهم نوع اسمه ال ان ان اللي موجود على الجانجليا والسوبرا رينال مدره واماكن معينه في السي ان اس وده بيتقفل بجانجليا بلوكر. وعندنا نوع ثاني اسمه ال ان ام بتاع الموتور اند بليد وده بيتقفل بمجموعه اسمها ايه على بعضها. هو الكوريا ده مثال المجموعه كلها اسمها نيورو ماسكولار بلوكرز. طيب تعالى بقى الموضوع يمشي فيه. انا على فكره مش مستعجل يعني احنا غالبا في المحاضرات بنتاخر بيبقى الجدول المفروض مش عارف نخلص ايه يوم ايه لان احنا لسه في الطراوه قوي يعني بنظبط امورنا فمش مستعجل يعني موضوع الريسبتورز ده عايز اطمن ان انتوا ان شاء الله كلكم طالعين فاهمين. النوع الثاني من الكوليدرج اللي اسمه الماسكرينيك ريسبتورز قسمناهم كام بقى؟ خمسه. هقول لك قاعدتين سهلين قوي كلهم موجودين في السي ان اس. يعني السي ان اس فيه خمس انواع من الماسكرينيك صح؟ يبقى لما نيجي نتكلم على سايتس بتاع ام 1 2 3 4 هقول السي ان اس فيهم كلهم. القاعده نمره 2 دي القاعده هتعجبك قوي ان الام 4 والام 5 مش عارفين عنهم حاجه. يا ريت كان الباقي كله كده والله كان الباقي حلو بس الام 4 والام 5 لقيناهم موجودين في السي ان اس وكان الله بالسر عليهم بقى بيعملوا ايه موجودين فين بالظبط مش مهم يعني. يبقى فاضل عندنا ثلاثه مش كده؟ ام 1 وام 2 وام 3. طيب هنا بقى نبتدي نقول برضه زي ما قلنا كده من شويه ام 1 ده موجود فين؟ ولما بيشتغل ازاي وبيعمل ايه والكلام ده كله. الام 1 في مكان خالص تعرف كوسين الناس مش كده؟ وفي مكان تاني يا ريت يعني مش عايز اقول لك يا ريت ما تعرفوش بس يا ريت لما تعرفه ما يلخبطكش. موجود في الكتاب كده مكتوب ان هو موجود في الاوتونوميك جانجليا صح؟ هو ايه السنتر المهم في الاوتونوميك جانجليا؟ عشان احنا دايما كطلبه دايما
مش مهمه والحاجه الرير والحاجه الغريبه وننسى المهم. هو الريسبتور الاساسي بتاع الجنج ده نيكوتينين اللي اسمه الجنين. خلاص في بقى في الجنج ريسبتورز ثانيه من ضمنها الام واحد. خلاص موجود بيعمل ايه بقى وظيفته ايه مش مهم خالص خالص بالنسبه لك. تعالى بقى على المكان الاهم اللي عايزك كده. فاكر حاجه اسمها كونديشن فليكس فيسيولوجي؟ لما اقول لك مش عارف ايه يبقى رد فعل كذا، لما اقول لك ام واحد يبقى رد فعل جاستريك بارايتال سيل. تعالى يبقى الام واحد بالنسبه لي اهم مكان ليه هو في الاستومك في الجاستريك بارايتال سيل، وده اكيد اكيد لما هيشتغل هيطلع اتش سي ال وشويه الكوكسينوجين والانترنسيك فاكتور والكلام ده، بس مهم قوي قوي لو بيطلع اتش سي ال. طيب قبل ما اقول لك بس الادويه هو بيشتغل ازاي؟ انتوا خدتوا في الفسيولوجي انواع الريسبتورز اللي انا كنت بقوله عليها من شويه حاجه اسمها ليجن بيتا بارتي، خدتوها؟ طيب في نوع كبير قوي قوي من الريسبتورز اسمه جي بروتين كابلد. حلو ده؟ يعني ايه جي بروتين كابلد؟ يعني ادي الخليه اهي وادي الريسبتور موجود بره اهو، لما يجي الليجن يشتغل التغير اللي هيحصل جوه الخليه في وصله هتشتغل، الوصله دي اسمها جي بروتين. حلو قوي. في كام نوع بقى من الجي بروتينز؟ أربعة صح؟ الجي اس والجي اي والجي ما خدناش؟ أمال الثلاثة جم منين؟ الثالث ما كانش الاسم؟ لا برافو عليك الله يكرمك. في حاجة اسمها جي كيو بروتين. هو بيقارن الجي اس دي جي يعني حاجة ستيمولاتي مش كده؟ والكيو والاي قصدي انهبيتوري والكيو يسموها حاجه كده مش معنى اسمها بانتر يعني معتمد على العدد او على الكم بتاع الجي بروتين والكلام. طيب قبل ما انسى بس انتوا قولوا لي كده هو الجي اس بيعمل ايه؟ يعني جه هرمون او كيميكال ترانسميتر او دواء مسك في ريسبتور الجي اس هي اللي اشتغلت هيحصل ايه؟ بيستيميليت ايه؟ هو جي اس ده يعني بيستيميليت؟ بيستيميليت ايه بقى؟ الله ينور والله حاجه جميله بينور او بينور بينشط الرايت سايد بيز فبيعمل ايه؟ يحول الاي تي بي الى سايكلينج ميسنجر مهم قوي قوي اسمه سايكلينج اي بي صح؟ يبقى ده جي اس. انا لسه ما قلتش المسكرين مش كده؟ احنا بنسترجع معلومات قديمه. طب جي اي انهبيتري للادينايل سايد بيز صح؟ لما تنهبت الادينايل سايد بيز تقلل تحويل الاي تي بي الى سايكلينج اي بي. بس ما اعرفش اقول لكم ولا خافوا عليكم يعني ان جي اي بيعمل حاجه كمان. بيفتح بوتاسيوم شانلز موجوده في السيلبرين. مشاكل الجي اي مش بس بقلل السايكلينج اي بي ده انا بفتح بوتاسيوم شانل في السيلبرين. هو البوتاسيوم فين؟ اعلى من فين؟ هو انا من بره لما تفتح له البوابه هيحصل ايه؟ يخرج اسمها ايه؟ بوتاسيوم افلكس او اوت فلو صح؟ هيحصل ايه بقى في الكهرباء؟ تمام هايبر بولرايزيشن يعني صح بعيد بعيد عن الثريشولد اوف اكتيفيشن او ستيميليشن يعني محتاج ستيميلس عالي عشان اشتغل يعني ليه بتهبط البلد بقى صح؟ يبقى اي حاجه تشغل جي اي ده توقع فيها انهبيشن شويه ادي لايف سايكليز مش شغال فمفيش سايكل ايه بتدي كتير وبوتاسيوم شانلز اتفتحت. الجي كيو بقى انتوا مش عارفينه ده هو الحقيقه مهم في الفارما يعني يدخل معانا في ريسبتورز كتيره. الجي كيو ده بيستيميليت اكيد سمعتوا الانزيم ده فوسفو لايبيز سي. بيعمل ايه؟ اسم كده فوسفو لايبيز سيبك من سي بقى وايه ودي الاسم ده معناه ايه؟ بيكسر الفوسفوليبيدز اللي موجوده في السيل ميمبرين بيديك حاجتين حاجه اسمها داج انتوا عارفينه دايت سايد انتوا عارفين حسب يعني دايت سايد وحاجه اسمها يوسيتول ترايفوسفين اللي هي الاي بي 3 وراهم ايه بقى ان شاء الله؟ كالسيوم وراهم انكريز اوف انترا سيلولار كالسيوم. يبقى عاده بقى اللي هيشتغل بجي كيو ده لو كان عضله هيحصل ايه ولو كان غده هيحصل ايه؟ لو كان عضله هتنقبض ولو كانت غده هتريليز يحصل اكسوسايكوز. طيب نرجع بقى مرجوعنا للام واحد. يا ترى الام واحد ده كل الام ريسبتورز مبدئيا ار جي بروتين
زي اللي قلت لك كده لهم علاقه باين تشات ده، اشتغلوا على طريق الجي بوتو. الام واحد وان شاء الله كده بعد شويه الام ثلاثه ار جي كيو. سهله؟ الام واحد والام ثلاثه ار جي كيو لينكد. يبقى لما هيشتغلوا هيحصل استيميليشن فوسفولايبيز داج اي بي 3 كالسيوم، واتوقع ان تبقى كونتراكشن وريليس لاي حاجه هرمون او كيميكال ترانسبورت. بالمره بقى نقول الام 2 عشان نخلص. الام 2 ده بيشتغل بجي اي. يعني انت لما تشغل الام 2 متوقع ايه؟ المكان ده سيميليتد ولا انهبيتد؟ ليه؟ لان الجي اي هيقلل ادينايل سايكليز وسايكليك اي ال بي وهيفتح بوتاسيوم في الخليه هتبقى هاي برفورمانس. كويس؟ طيب قبل ايه؟ حد عايز يقول حاجه؟ طيب الادفرست يعمل ايه؟ في المعدة والانتاجونست يعمل ايه في المعدة؟ انا بشتغل على الام واحد مش كده؟ لو شغلت الام واحد يعمل سكريشن الاتش سي ال صح؟ يبقى والله من غير ما تذاكر ولا كلمه اي دواء مسكرينك ادوست اللي احنا بنسميهم بارا سيمباثو مايميتكس مش كده؟ از نوت في البيبتيكاز. دي نقطه از از يزود يعني انت طبعا صح بس از كونترا اندكيت معايا عنده فرحه ده ما ياخدش حاجه في الام ادرس خالص ده هيزود له الاتش سي ال صح؟ طيب امال الام بلوكر بقى ايه رايك؟ الام بلوكر ده استعمله في لو انا قفلت الام ريسبتور اللي موجود على المعده يعالج البرونكيلا يعالج اسيمبتيك اصلا بقى الموضوع بسيط مش كده اي ماسكرينيك ادرس ممنوع لما هيزود الاتش سي ال والمسكرين بلوكرز هيتاخدوا بس مش مهمين قوي في الطب حاليا لكن ينفعوا في علاج البيبتيك اسيد. طيب معلش عشان نخلص بقى شويه شويه كده في الكتاب سيبك من السايتس اللي موجوده تحت عنوان المسكرين بص لي بس كده على التايبس مكتوب الام واحد مش كده ومكتوب ازاي بيشتغل اللي هو جي بروتين احتفال اسمه جي كيو يعني وفوسفولايبيز ودايك واي بي 3 وكالسيوم الاماكن بتاعته الثلاثه اللي احنا قلناها اهم مكان البرايتال سيل. الانتاجونست مش لازم قوي قوي نحفظ اسامي دلوقتي الحقيقه كله جاي بس هو اشهر حاجه تقفل كل الماسكرينك الانتروبين يقول عليه نون سيلكتيف ماسكرينك بلوكر بيقفل كله. في ادويه بقى سيلكتيف ام 1 بلوكرز يعني دي حاجه طفره برضه حلوه كانت في الطب ان انا بدل ما اقفل كل انواع الماسكرينك بيحصل لي مشاكل انا هقفل الام 1 بتاعت المعده بس. لو بصيت على اساميهم احنا شويه شويه الحفظ هيجي ان شاء الله بس في اسمين شبه بعض كده بايرين زيبين وتيلين زيبين مش كده؟ يعني يمكن تساعدنا بقى في الحفظ شويه يمكن المقطع بتاع الزيبين في اخر الدواء يبقى انت وانت بتجمع كده ده عباره عن سيلكتيف ام 1 بلوكر يعالج البيبتيك اسيد. الاسم الثالث صعب شويه اسمه دايسايكلوبين بعدين. تعالى بقى على الام 2 يعني مش في الكتاب بقى هنا الام 2 ده زي ما قلت لك كده الام 1 يبقى تفكر على طول في المعده يا ريت يا ريت لما نفتكر الام 2 نفتكر دايما الهارت ونرجع له حالا وموجود في السي ان اس كل الامات اللي بتفرق موجوده في السي ان اس وموجود بري سينابتك اللهم اجعله خير بقى بري سينابتك هاجلها بس انت فاكر المكان ده اسمه ايه؟ سينابس مش كده او سينابس صح؟ طيب الحته دي يا هارت يا انتستن يا مش عارف بلادر يا غده اكسكراين مش كده؟ افكتور اورجن الريسيت لا المودرن بيت قصه ثانيه احنا بنتكلم اوتونومي بقى خلاص يبقى ده انفولنتري اورجن اللي هو الافكتور اورجن بتاعك. طيب جغرافيا جغرافيا الريسبتور اللي موجود على الاورجنز ده موجود قبل السينابس ولا بعد السينابس؟ صح يبقى اسمه صح برافو عليك عشان كده على فكره معظم كتب مراجع الفارما ما قعدتش بتتكلم قوي على الام 1 و2 و3 ولا تقول لك ده البري سينابتك او بوست سينابتك. معظم الريسبتورز اللي بنتكلم عليها ار بوست سينابتك مش كده؟ اتكلمنا على اللي موجود في البرايتال سيل بنتكلم على اللي موجود في الار هنتكلم على اللي موجود في غيره يبقى معظم الريسبتورز اللي بنهتم بيها قوي ار بوست سينابتك. طيب بما ان في بوست سينابتك يبقى اكيد في بري سينابتك فين بقى البري سينابتك ده؟ على ايه؟ على النيرف ده على هذا النيرف مش كده؟ عشان كده الكتاب القسم كاتب لك ايه؟ بري
سينابتك على الكولينرجيك نيورونز، صح؟ يعني في ريسبتور على النيرف ده موجود ريسبتور، بس بما انه قبل السينابس يبقى اسمه بريسينابتيك. ليه اتخلق بقى ده؟ المره الجايه ان شاء الله. ده بيريجيوليت خروج الكيميكال ترانسميتر، يا يزود يا يقلل، مفهومه؟ يعني كانه نوع من الفيدباك اللي انت سمعتوه في الاندوكراين في سنه ثانيه، هو حاجه ترانزيميه لخروج الكيميكال ترانسميتر. يبقى نأجل شويه البري سينابتيك، بس فهمنا الفكره. معظم الريسبتورز ار بوست سينابتيك، ولكن في شويه بري سينابتيك يسموهم اوتو ريجيولاتوري. فهمت الكلمه دي جايه منين؟ عمليه تنظيم ذاتي لافراز الكيميكال ترانسميتر من العصب، دول موجودين على النيرف، سواء النيرف ده كولينرجيك او ادرينرجيك او. طيب تعالى بقى على النقط. هنشرحها اول بالتفصيل، بس عشان ايه؟ يعني كل حاجه في مكانها هتبقى احسن. هو الكيميكال ترانسميتر لما بيطلع من النيرف ده زي ما اشتغل على الريسبتورز دول اللي على الاورجن، بيشتغل على الريسبتورز دول، متخيل؟ فيقوم يا اما يزود افراز نفسه يا اما يعمل العكس على حسب نوع الريسبتور بقى وطريقه شغله. طيب نرجع للبارت. مين فاكر امبارح الباراسيمباثيتك كان بيعمل ايه على البارت؟ بيقلل الاوتوماتيسيتي اوف ذا اس اي نوت، وبيقلل الاي في كوندكشن، حاجه اسمها نيجاتيف تروبيك لو فاكرين، وبيزود حاجه هي مش مهمه قوي بس هي دي اللي بتلزق في الذاكره، بيزود الانتر كوندكشن وفي الفنتريكلز. طيب هل تقدر تقول لي الماسكيرات على الهارت بيعمل ايه؟ هو نفس الاجابه، هي نفس الاجابه، مش كده؟ ما هو الباراسيمباثيتك اللي رايح على الهارت ده سيادتك متخيل انه بيطلع اسيتايل كولين، فهيلاقي على القلب هنا ريسبتور اسمه ماسكارينيك، وبالتحديد بقى سميناه الام 2، صح؟ يبقى الام 2 هيقلل الهارت ريت وهيقلل الاي في كوندكشن وهيزود شويه الاتريال كوندكشن، وتقريبا ملوش تاثير على الفنتكلز. ام 2 اجونست يعني ايه؟ ام 2 اجونست هيقلل الهارت ريت فهيعالج التاكي كارديا. ام 2 بلوكر هو يعمل ايه في القلب؟ يعمل العكس على طول من غير اي تفكير، يعني هيزود الهارت ريت، هيزود الايفي كوندكشن، وهيعمل حاجه مش مهمه، يقلل الاتريال كوندكشن. طب قول لي بقى اشهر ماسكارينيك بلوكر الاتروبين، يبقى عمل ايه الاتروبين على القلب؟ بص الاتروبين ده لسه بدري ان شاء الله عليه، لكن من النهارده انت عرفت طالما قفل ام 2 يبقى زود الهارت ريت، زود الايفي كوندكشن. يعالج ايه؟ صح و بالظبط الاتروبين لحد النهارده الانبوله رخيصه قوي ودواء يعني ملوش قيمه كبيره دلوقتي، لكن ممكن ينقذ حياه عيان في الاي سي يو، يكون جاي لك بالتاكي كارديا او بايه بلوك حول الاتروبين، ممكن هي اللي تصحي عشان هيزود الاوتوماتيسيتي وهيزود الاي بي كونكشن، مفهوم؟ طيب ادي ام 1 وام 2، سهل بقى ان شاء الله الام 3 قبل المحاضره ما تخلص. هو احنا فاضل لنا ايه؟ الحاجات الاوتونوميك اورجنز الانفولانتري اورجنز مش احنا قلنا الهارت مش كده عليه ام 2 وقلنا غده واحده اللي هي برايتن سيل، يبقى احنا اكيد فاضل لنا كل بقيه الجلانس بقى الثانيه وكل الاماكن اللي فيها سموث ماسل فايبرز، صح؟ يبقى من غير بقى توقعات كبيره يعني الام 3 ده موجود في السي ان اس ماشي، لكن اهم الاماكن بتاعته هتبقى سموث ماسل فايبرز واكس برايم جلانس. هنقول ان شاء الله افتكر يعني فكرني كده امبارح الاماكن كانت 7 8 مش عارف فيها سموث ماسل ايه؟ بلاد فيسلز، صح؟ جي اي تي جي اي تي زي ما قلنا وول وسفنكتر مش كده؟ وبعدين رينالي بلادر اوعى ننساه اي وبعدين حته مهمه قوي برضه برونكاي وبعدين حاجات بقى هي مالهاش اهميه او يعني اقل اهميه الميل سكس اورجانز اليوترس في ميلز تلاقي قدام بص في كاتب عضله اسمها اريكتور بايني في مكان من الاماكن يعني بتاع شعر الجلد دي لما الواحد يخاف ولا يتخض ولا حاجه يحصل ريكشن فير هتلاقي حاجه اسمها ليك تيتيني ميمبرين مش مهم خالص هي حاجه زي ليك تيتاني كده في القطط احنا لنا واحد فوق واحد تحت مش كده ايدي كده هو عندهم كده وعندهم كده واحد بالعرض كده بقلل العرض ده هو اللي كتيتنج ميمبرين مش مهم خالص يعني ما تشغلش بالك طيب خلينا بقى في المهم
contract to goal by relaxing sphincter. طيب البرونكاي البركه بين شويه برونكوس باس مش كده؟ عن طريق نفس الفكره اسيتايل كولين طالع من النيرف شغل ام 3 عامل برونكوس باس. قبل ما نكمل اي ماسكلينيك اجونست از نوت ان برونكيال ازمه. خلاص بقى مش كده؟ زي ما قلنا ممنوع في البيبتيك انسر عشان يزود الحمض بالام 1 ممنوع في البرونكيال ازمه عشان يعمل برونكوس باس. طب لو ام بلوكر ايه رايك؟ ينفع؟ نظريا حتى لحد النهارده نظريا البرونكيال ازمه في منها ادويه بتتاخد عباره عن انتي ماسكلينيك دراجز. طيب الميل مش مهم قوي بس هو انا فاكر الماسكلينيك او البارا اللي كان بيعمل اريكشن صح؟ اليوترس ما قلناش عليه حاجه تقريبا ما كانش في اهميه قوي للبارس الباثيتيك سبلاي اوف ذا يوترس. فاضل العين. مين فاكر الثلاث عضلات؟ بتوع العين. دايليتور بيوبيلي ماسل وكونستريكتور بيوبيلي ماسل وسيلياري ماسل. الدايليتور بيوبيلي ملهاش غير سيمباثيتيك سبلاي. دي بتاعت الاكتيف بدريف مش كده؟ دي اللي بتوسع حركه العين اثناء الفير والفايت والفلايت والاكسرسايز. يبقى دي مش تبعنا النهارده. هنعرف ان عليها ريسبتور اسمه الفا. الكونستريكتور بيوبيلي والسيجري ما لهمش غير بارا سيمباثيتيك سبلاي. يبقى عليهم ريسبتورز ايه بقى؟ ماسكرينيك هم دول عليهم الام 3. يبقى قول لي بقى اي ماسكرينيك اجونست لما اقول لك ايه هم الاي او الاوكيولار اكشنز اوف اسيتايلكولين مثلا. لما احط اسيتايلكولين في العين او اي نوع ماسكرينيك اجونست اتوقع ايه؟ صح بايوتس. وان شاء الله يا جماعه الكلام هيتكرر كتير قوي في الاوتونوميك وفي الاي فارماكولوجي وفي العملي بتاع الفارما. فدايما افتكر ايه ان المايوزس عن طريق stimulation of N3 on constrictor pupillary muscle صح؟ طيب نمرة اتنين برافو عليكم accommodation to near vision ازاي؟ stimulation of M3 receptors على ciliary muscle. طيب نمرة ثلاثة حاجة مهمة قوي 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 برافو عليكم قللنا الانترا اوكيولار بشرة ليه كده حصل؟ وسع الانجل دي هتزود برينج والكونتراكشن اوف ذا سيلير ماسل فتح لك كانال مش كده. يبقى اي بارا سيمباثيمايميتك از كلينيكال يعني يوسفول ان جلوكوما بالذات النوع اللي بنسميه الاوبن انجل ان شاء الله هنسمع الكلام ده. طيب ادي الماسكريت لما اشتغل صعب عليا دلوقتي ان انا اعرف الاتروبين كمثال واشهر مثال لماسكريت بلوكر يعمل ايه في العين. الشباب بقى ان شاء الله لما هيروح لحد النهارده لما يروح يكشف ان شاء الله في الجيش هيحط له قطره اتروبين في عينه. يبقى خد حد معاك عشان مش هتعرف تروح لوحدك غالبا مش تشوف حاجه. اتروبين يعمل ايه لما يتحط عليه؟ قفلت الماسكرينك مش كده؟ بتاعت الكونستريكتور بيبلي وساب الدايليتور شغال. يبقى هيحصل؟ هيحصل؟ الله ينور عليك بس بقول لك ازاي نفرق طبعا بين الاكتف والباسف باللايف ريفلكس كله جاي بس هيبقى العين واسعه قوي قوي مش عشان شغلت الدايليتور كان عشان قفلت الماسكيرنج بتاعت الكونستنت. طيب طبعا البتريزس ده والضوء اللي داخل بيعمل بلير فيجن ما بقاش شايف حاجه. عملت ايه في السيريال ماسل؟ وقفتها صح؟ قفلت الماسكيرنج بتاعتها فما بقتش شغال. عارف اسمها ايه بقى وما تتخضش من المثال دي؟ اسمها سايكلو بليجيا. سايكل يعني سيريال مصر وبليجيا مش شغل قوي يعني شبه شغل ضعف كده اه. يبقى انا ضيعت الاكوموديشن. يبقى اي واحد خد اتروبين ما يعرفش يقرا حاجه قريبه خالص بص على قريب ما يعرفش مفيش العضله اللي بت. طيب ايه كمان؟ زود الانترا اوكيولار بريشر. ليه عمل كده؟ الميدريز زي ما قلنا امبارح بقى بيكربس الايرس ناحيه الانجل والسيلر مثلا لما ريحت بقى كبست على نفس الكنارة مش كده فالدرينج بقى قليل قوي. يبقى اي دواء زي الاتروبين كده ممكن يؤدي الى بلايندنس عشان هيعلي ضغط العين فجاه ويعمل زي ما قلنا اوبتيك صعب الكلام ده. يبقى ادي الماسكرينك على العين. فاضل بقى الحاجه اللي اتفقنا عليها ان شاء الله اخر حاجه اللي هي البلاد فيزلز. حد يفكرني هي البلاد فيزلز دي؟ اه المقصود طبعا تحديد الارتريول صح. السنجل انفيشن ولا دار
مش صح قوي علميا، لان في كلام احسن من كده شويه، لكن ده اللي احنا على قدنا يعني بتاع سنه ثالثه. فهنعتبر ان البلاد فيسلز ليها سنجل انرفيشن which is sympathetic، صح؟ طيب يا ترى العصب اللي جاي ده سيمباثيتك اهو مش كده؟ تفقيل. يا ترى ادرينرجيك ولا كوليدرجيك؟ صح؟ عندنا كل حاجه الحمد لله موجوده. هو عادة بيبقى ادرينرجيك. طلع قرانين مش كده؟ عادة. فلازم الريسبتور اللي هنا يكون ادرينرجيك، يكون الفا يكون بيتا زي ما نقول ان شاء الله بعد. يبقى القاعده العامه ان معظم البلاد فيسلز ليها سنجل انرفيشن، هذا الانرفيشن از سيمباثيتك وغالبا ادرينرجيك. في بلاد فيسل ثانيه جاي لها برضه سيمباثيتك، ولكن هذا السيمباثيتك نيرف از كولينرجيك. مين دول؟ بلاد فيسلز اوف ذا سكيليتال موسلز. طيب عليها هنا ام 3، متخيل يا جماعه؟ يبقى النيرف اللي جاي ده بيطلع اسيتات كولين عند العضلات، يزود يعني يعمل استيميليشن للام 3. حد فاكر من شويه الام 3 كان بيشتغل ازاي؟ هل هي ليجن جين الايرون شانل ولا جين بروتين؟ كل الماسكارين عشان ما تلخبطش نفس كلهم جين بروتين. الام 1 والام 3 كانوا جي كيو، صح؟ يعني ايه جي كيو؟ يعني فوسفولايبيسي ذاك اي بي 3 كالسيوم. يبقى سيادة متوقع ايه لما الاسيتايل كولين اللي طالع من العصب ده يشغل ام 3؟ متوقع ايه في الشريان؟ كالسيوم. يبقى متوقع ايه؟ فازو كونستريكشن. استمع الى هذه المذهله، هيحصل فازو دايلاتيشن وفازو كونستريكشن. من ضمن الاسباب اللي فيها سبلاي اوتونوميك للعضلات ان يحصل دايلاتيشن ديورنج اكسرسايز، مش ده سيمباثيتك؟ والسيمباثيتك بتاع الفير والفايت والفلايت مش عارف ايه، هيحصل فازو دايلاتيشن مش فازو كونستريكشن. ليه بقى؟ واضحه؟ طيب يعني لحد كده احنا متفاجئين المفروض، مش كده؟ ما بقتش عليك قوي التفاجؤ، بس هي انت متفاجئ. طيب هو التفسير او يعني السبب ليه بقى الام 3 اللي على البلاد فيسلز ده يعمل فازو كونستريكشن مش زي ما كان متوقع يعمل فازو دايلاتيشن؟ هو بيعمل فازو دايلاتيشن مع ان المفروض كنت متوقع ان يعمل كونستريكشن عشان كالسيوم. اقول لك التفسير بقى. الام 3 مش موجوده في البلاد فيسلز دول، بتوع السكيلتال ماسلز دول، مش موجوده على السموث ماسلز نفسهم. ده هم لقوهم موجودين في البطانه بتاع الشرايين. البطانه اسمها ايه؟ الاندوثيليا، صح؟ يبقى الام 3 مش على الماسلز، الام 3 موجود على الاندوثيليا. طب وبعدين؟ لما يطلع اسيتايل كولين ويشغل الام 3 على الاندوثيليوم يتكون ماده اسمها نيتريك اوكسايد. وصلت؟ ايه بقى النيتريك اوكسايد هيعمل ايه؟ هيديفيوز كده يسرح شويه لحد ما يوصل للعضلات سموث ماسلز ويعمل اكتيفيشن لحاجه اسمها كواجيليت سايت، وبالتالي يحول جي دي بي الى سايكليك جي ام بي فيعمل فازو دايلاتيشن. من اقوى الحاجات اللي ممكن تعمل دايلاتيشن نيتريك اوكسايد عن طريق شغله على سايكليك جي ام بي. زمان على ايامنا احنا بقى ما كانوش يعرفوا ايه اللي بيطلع نيتريك اوكسايد، فكانوا بيقولوا على النيتريك اوكسايد ده اختصار كده اي دي ار اف. معرفش سمعت الاختصار قبل كده ولا لا؟ اندوثيليوم derived relaxing factor. هو الاسم صح طبعا مش كده؟ هو معناه ايه؟ حاجه بتعمل ريلاكسيشن وجايه من الاندوثيليوم، صح؟ هي كده. بس لما عرفوا بقى كلمه النيتريك اوكسايد ما بقاش المصطلح ده بيشتغل. يبقى المره بقى الاخيره كده ان شاء الله نلم بقى الموضوع عشان نمشي. ريسبتورز ان اوتونوميك. مين؟ لا كولينرجيك وادرينرجيك، صح؟ ايه يعني ايه كولينرجيك ريسبتور ده؟ يعني ريسبتور ستيميليتد باي اسيتايل. كم نوع؟ اثنين كبار ماسكارينيك ونيكوتينيك. النيكوتينيك تحتهم بقى كم نوع؟ النيورونال او الجانجليونيك والماسكولار. النيورونال ده موجود فين؟ الكنترول الجانجليا وسي ان اس وادرينال. وظيفته ايه؟ في الجانجليا ايه؟ الاثنين بوست، البري للبوست.
ازوفايل كولين نيكوتين ماشي صح. مين البلوكر؟ على حسب بقى، لو قفل ان ان يبقى جانجلي بلوكر، لو قفل ان ان بتاع العضلات النيورو ماسكولار بلوكر زي كولين. طب تعالى مسكرين بقى، كام نوع؟ خمسه. كله فين؟ سي ان اس 4 5 ما يعرفش حاجه، ام 1 برايتن سيل وسي ان اس بقدر من جانجلي مش مهم. برايتن سيل بيعمل ايه؟ اتش سي ال يبقى اي ماسكرينيك اجلس ممنوع في القرحه، والماسكرينيك بلوكر يعالج القرحه. ام 2 هارت بابري سينابتك يظبط امور الكيميكال ترانسميتر، وسي ان اس هارت هيعمل ايه؟ قلل الريت، بيقلل الكوندكشن ويزود يعني الايزي كوندكشن اقصد يعني، ويزود انتر كوندكشن. يبقى هيعالج اي ماسكرينيك اجلس هيعالج تاني صح؟ ماسكرينيك بلوكر عالج برادي وايفي بلوك. ام 3 منتشر قوي مش كده؟ لسه ما خلصناهوش حد موجود على الهارت مش كده؟ مفيش هارت. ام 2 موجود على بلاد فيسلز، موجود على برونكاي، موجود على اي، موجود جي اي تي ويورينري وكده. طيب فين في البلاد فيسلز؟ على اي نوع من البلاد فيسلز؟ على سكيلتال ماسل بلاد فيسلز اللي جاي لها كولينرجيك. طيب اتفاجئنا هنا مش كده؟ انه كان المفروض يعمل باوز كونستريكشن، عمل باوز كونستريكشن. اقول لك اخر مفاجاه بقى، اخر مفاجاه يعني ان شاء الله، هي البلاد فيسلز العاديه الثانيه بقى مش بتاعت السكيلتال المصري جاي لها ايه؟ سيمباثيتك ولا بارا؟ صح سيمباثيتك. ادرينرجيك ولا كولينرجيك؟ ادرينرجيك. يبقى السيركم بتاعها الفا او بيتا بقى زي ما ربنا ييسر ان شاء الله المره الجايه. طب خدي بقى المفاجأة الأخيرة، عليها ام 3 ولكنه نون انرفيتد. فهمت حاجة؟ يعني ريسبتور موجود بس ملوش نيرف سبب. ما تسأليش ربنا خلقه ليه؟ أنا يعني طبعا الحكمة أنا فاهمها قوي يعني. طيب يبقى لو سألتك السؤال بقى بالعكس، الام 3 موجودة على أنهي بلاد سيلز؟ موجودة؟ ده كله صح. أمال إيه الفرق بقى؟ لو هي سكيلتال ماسل بلاد فيسلز يبقى ليها نيرف سبلاي بيطلع سكايل كولين. لو هي حاجه ثانيه بقى اي بلاد فيسل ثاني يبقى هي موجوده ولكنها نون انفكتد. امتى يبان شغلها؟ هقد من بره بقى سكايل كولين، ابص على الشرايين وسط نفس الفكره، طلعت ماتريك اوكسايد والقصه ياه. يعني وصلت يا جماعه حكايه ال... طب اخر مكان بقى موجود فيه ام 3 عشان دي الفضه دي فضل ايه؟ اكس برايم جلاند مش كده؟ زي ايه كده؟ زي سويت سليفري لاكريمال جاستريك برونكل. قبل ما نلم اعزلنا بقى انهي سويت جلاندز اللي عليها ام 3؟ هو السويت جلاندز لسه عامله ازمه ولا هي السنه اللي فاتت فضلت عامله ازمه لحد نص السنه؟ يعني احنا لسه قدامنا كتير. سويت جلاندز كام نوع؟ اكرايم سيرفري بلاتري وايكو برايم ويتش ار نون. جاي لهم دبل اوتومك ولا سنجل اوتومك؟ سنجل اوتومك ما لهمش دبل، جاي لهم حاجه واحده بس. سيمباثيتك ولا بارا؟ سيمباثيتك. طب ايه الفرق بقى؟ النيرف اللي رايح للاكراين كولينرجيك، مش قلنا الكلام ده امبارح؟ احنا ما قلناش. العصب اللي رايح السيمباثيتك ده اللي رايح للغده اللي بتتحكم في الحراره ده عصب كولينرجيك. يبقى متخيل الغده نفسها عليها ريسبتور ايه؟ طلع جاي لها اسيتايل كولين يبقى عليها ريسبتور ايه؟ ماسكارين ام 3. امال الغده الثانيه بتاعت الكف الايدين والبالم بتاع مش عارف ايه والصول جاي لها برضه سيمباثيتك ولكن هذا العصب ادرينرجيك، يبقى عليها الفا مثلا سيمباثيتك. مفهوم